أصلي صلاة كاملة وأسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنقدم الحواف على القماش، حواف كروشيه على القماش عشان تزيني بها الطرح، تزيني بها الفوط، تزيني بها مرايات السراير. قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ مع بعض بسم الله. طريقة تجهيز القماش علشان نشتغل عليها بالكروشيه والخطوة دي انا عملتها في فيديوهين قبل كده، هسيبلك اللينك بتاعهم اسفل الفيديو ده. فكمان عملتها مرتين قبل كده فمرضتش اكررها تاني. خلاص انت بتخرمي طبعا القماش بابرة رفيعة، ابرة كروشيه عادي ستانلس من اللي هما بقوا سنهم رفيع قوي، وتخرمي وكده وبعدين تشتغلي الطريقة دي. هسيبلك اللينك بتاع الفيديوهين اللي انا شارحة فيهم الخطوة دي. هنعمل ايه بقى الحواف بتاعت النهارده؟ انت عندك بقى القماشه اهي وعملتي اللي هي شبه غرز البطانيه دي، بنرتفع 3 سلاسل دول يعتبروا اول عمود معايا، هعمل جنبهم 3 عمود كمان، العمود التاني التالت الربع كده، 4 عمود 3 سلاسل 1 2 3. هسيب المكان ده وهاجي في اللي بعده هعمل 4 عمود. انا سبت مكان في اللي بعده 4 عمود بلفة عادي، نخرج من لفتين ومن لفتين، بلف الخيط على الابرة بنخرج من لفتين ومن لفتين التانيين كده 3 أعمدة كده، ايه 4 عمود. هنعمل برضو 3 سلاسل، هنسيب الفراغ ده، هنيجي في اللي بعده نكرر ونعمل 4 عمود وسطر كله كده، تشتغل 4 عمود وبعدين تعملي 3 سلاسل فراغ او فراغ لا، تشتغل 4 عمود فراغ او فراغ لا كده، عمودين ثلاثة اربعة 3 سلاسل ونكرر. هنسيب الفراغ ده ونشتغل 4 عمود هنا وبعدين نعمل 3 سلاسل، هنسيب الفراغ ده ونعمل 4 عمود هنا كده. انا شغاله بابره المونيوم مقاس 3، لكن دي الخطوه اللي هي تحت دي بتعمليها بنفس الابره اللي انت مخرمه بيها. خلاص الصف اهو بالشكل ده، بصي جميله ازاي، هي بسيطه جدا جدا وجميله. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد ما خلصتي اخر حاجه اللي هي ال4 عمود هنرتفع 3 سلاسل، لف الشغل دول ايه، كان 4 عمود ارتفعنا 3 سلاسل تعتبر اول عمود معانا فوق الثلاثه التانيين، ايه الارتفاع فوق العمود الاولاني اهو، الارتفاع فوق الارتفاع دي فاضل 3 أعمدة، هنعمل فوق كل عمود عمود الاولاني التاني التالت كده، هو 4 عمود معانا 1 2 3 سلاسل، وهنيجي فوق ال4 عمود دول برضو هنعمل 4 عمود يعني السطر ده كله هتعملي 3 سلاسل، دي مسافة، وفوق كل عمود عمود يعني فوق كل 4 عمود هيبقى 4 عمود كده، 3 أعمدة كده، ايه 4 3 سلاسل ال4 عمود دول هدخل فوقيهم كده وهعمل فوق كل عمود عمود، هي كده بقى ايه السطر كله برضو. كده 4 عمود كده،
يبقى هتعملي 3 سلاسل وتيجي فوق ال4 أعمدة دول هتعملي 4 عمود وبعدين 3 سلاسل وبعدين فوق ال4 أعمدة فوق كل عمود عمود، هيبقى 4 عمود برضو 3 سلاسل فوق كل عمود عمود. اهو كده الشكل معانا اهي، ده تاني السطر معانا. بصوا هنعمل ايه بقى دلوقتي، احنا كنا بنعمل 3 سلاسل وفوق كل عمود عمود. هنا بقى الدور اللي بعد كده هنخلف، يعني ازاي هنرتفع 3 سلاسل. دي ايه اللي هي ارتفاع العمود اللي بنرتفعه. طيب انا مش هشتغل فوق الاعمدة دي، انا عايز اشتغل في الفراغ، فهعمل 3 سلاسل فرق عشان ايه اروح للفراغ. يبقى دلوقتي ده عمود ارتفاع وبعدين دول 3 سلاسل مسافة، يبقى كده ارتفعت 6 سلاسل. هنشتغل في الفراغ مش فوق الاعمدة، هنعمل برضو في الفراغ 4 عمود. التاني التالت الرابع وبعدين نعمل 3 سلاسل وهنيجي في الفراغ اللي بعده على طول وهنعمل برضو 4 عمود. هي سهله جدا بس بتدي برضو شكل حلو. ما يكون عندك مثلا فوطه ساده، مرايه سرير ساده برضو ما عليهاش نقشات ولا حاجه، بتزينيها بقى بتدي شكل حلو قوي. كده 4 عمود. هنعمل 3 سلاسل، هنيجي هنا بقى في الفراغ هنعمل 4 عمود. ثلاثة أربعة هتعملي بقى 3 سلاسل، هتيجي هنا في الفراغ 4 عمود. 3 سلاسل في الفراغ 4 عمود، 3 سلاسل في الفراغ 4 عمود. اهي كده السطر ده. في الاخر بقى بنعمل 3 سلاسل، دول ايه 4 عمود. هنيجي عند السلاسل الارتفاع دي في تالت سلسلة وهنعمل عمود بلف. 1 2 3 كده. وبعدين احنا بقى احنا السطر ده ده وده كررناه، برضو هنكرر ده، يعني كل سطر بكرريه مرتين. يعني دي كانت فوق دي، هنعمل ايه دلوقتي، هنرتفع 3 سلاسل. انا عايزه اجي فوق الاعمده دي علشان اشتغل فوق كل عمود عمود، يعني انا مش هشتغل في الفراغ ده، يبقى هعمل 3 سلاسل كمان، يبقى كده ارتفعت 6 سلاسل. هاجي بقى فوق الـ4 عمود ده هعمل 4 عمود. تاني الثالث الرابع واعمل ايه 3 سلسلة وهاجي فوق الـ4 عمود دول هعمل 4 عمود. التاني الثالث الرابع ونكرر 3 سلاسل ونيجي فوق الـ4 عمود 4 عمود. مش هنشتغل ايه في الفراغات، لا بنشتغل فوق الأعمدة. ثلاثة 4 ونكرر 3 سلاسل فوق الـ4 عمود 4 عمود، 3 سلاسل فوق الـ4 عمود 4 عمود. هي كده خلصنا. هتلاقي ايه بقى، هتلاقي هنا في 2 فوق بعض وهنا 2 فوق بعض،
وهتلاقي نفسك بادئه هنا 4 عمود وفي ام 4 عمود، وهنا فراغ وفي ايه فراغ، صفين وصفين بتبدلي. يعني انت عايزه تطولي اكتر من كده وتكبري اكتر من كده، تعملي صفين وصفين زي ما احنا عملنا. هنا بقى هنلاقي فراغ. طب هنقفل هنا ازاي؟ هتعملي 3 سلاسل، وبعدين هنيجي 1 2 3 في 3 سلسلة وهنعمل عمود. كده ايه قفلنا السطر. نيجي بعد اخر سطر، انت عايزه تكتري بقى او تزودي، فانت تكرري السطرين دول وبعدين تكرري السطرين دول، تكرري السطرين دول وبعدين تكرري السطرين دول. انا دلوقتي هعمل سطر كمان وخلاص. هرتفع 3 سلاسل، دي ايه هتعتبر اول عمود معانا، لان انا هشتغل زي دول كده. يعني هشتغل الفراغات، قصدي فوق ال في الفراغات هنا. انا عملت دلوقتي عمود، هاجي هنا هعمل جنبها 3 عمود. تالت الرابع خلاص. هعمل ايه بقى؟ ركزي معايا هنا. هعمل 3 سلاسل، هاجي في السلسلة دي من تحت كده هدخل اعمل بيكو اهي كده، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 2 بس، وهاجي هنا في الفراغ هعمل 4 عمود. اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، وبعدين ايه 3 سلاسل، 1 2 3. هاجي هنا عند سلسلة من تحت هدخل كده في الاتنين مع بعض كده، وهسحب واعمل حشو، وبعدين 2 سلسلة، واجي هنا في الفراغ اعمل 4 عمود، 1 2 3 4. هنعمل ايه 3 سلاسل، هنيجي من تحت كده وهنعمل بيكو اعمل 2 سلسلة، هاجي بقى في الفراغ اعمل ايه اكرر بقى 4 عمود، 1 2 3 4 3 سلاسل. عندي السلسلة من تحت هنا كده هنعمل بيكو 2 سلسلة، وأكرر بقى كده تعملي 4 عمود وبعدين 3 سلاسل، تعملي بيكو وبعدين 2 سلسلة 4 عمود، وهكذا لآخر السطر. أهي بصي بقى السطر جميلة جدا ازاي، وغرزة البيكو حلتها في الآخر. غرزة البيكو دي انت عايزة تزودي عدد الأسطر دي، تعملي الخطوة دي في الآخر. جينا في آخر فراغ هنا عملت 3 عمود، ورابع عمود هعمله في 3 سلسلة، 1 2 3، عشان الخط يبقى ايه منتظم. 1 2 3 كده، ليه بقى؟ عشان تبقى طالعة مستقيمة كده، ونعمل سلسلة ونقص الخيط. بصي ايه رأيك كده وشها؟ بس كده يبقى كده الحواف او الفستانات خلصت معانا. ممكن الزينة بقى تروح زي ما قلنا، عمليات السرير، الفوط. لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.